الا جاوك الضيافه على غفله ومرأتي ما تحطي لهم، وجدي هاد الحلوى الاقتصاديه السهله والسريعه غير في المقله، بلا فران بلا والو، كتجي لذيذه مقرمشه ومكوناتها سهلين وبساط. البنات ما كرهتش انكم كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم، الراي ديالكم في الوصفات اللي كنحضر لكم، كذلك اقتراحات ديالكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وديروا لي لايك للفيديو. شكرا لكم بزاف اللي خطيكم. غنخليكم دابا تشوفوا معايا الفيديو فرجه ممتعه. واحدة باش تشوفوها في الاخر ديال الفيديو كيفاش كتجي، وغادي نسد معكم هذا الفيديو. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاج فيها. عندي كاس ديال السكر، عندي كاس ديال الزيت، بيضه وحده، حبيسه الملحه، علبه ديال الياغورت ديال الفاني فيها 110 غرام، جوج معالق كبار ديال المربى الخاص بالحلويات ديال المشماش، وعندي هنا كيس ديال الفاني. غادي نحتاج واحد معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وغادي نحتاج الدقيق. غادي نقول لكم بالضبط شحال غادي تهز ليا ديال الدقيق. دابا ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. هنا غادي ناخذ الاناء، غادي نهرس فيه البيضه. بسم الله. غادي نزيد واحد الحبيسه ديال الملحه، كيس ديال الفاني فيه 7 غرام ونص، وغادي نحتاج كاس ديال السكر سنيده. غادي نطرب هاد المكونات كلهم مزيان مع بعضياتهم. غادي نضيف كذلك الزيت. غادي نضيف هذوك جوج معالق كبار ديال المربى. وغادي نضيف علبه ديال الياغورت. ممكن ديروا مسوس اولا ديال الفاني اللي مشوفه عندكم. غادي نعاود نخلط كلشي مزيان. غادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق. غادي نضيف كذلك واحد معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. تقريبا نص كيس ديال خميره الحلويات. غادي نزيد الكاس الثاني. نحاول نخلطو كلشي مزيان. دابا درت جوج كيسان ديال الدقيق. نحاول نجمعوها بايدينا. غادي نزيد الكاس الثالث. كنخلط مره اخرى مزيان. المهم حتى نجمع العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه. غادي نزيد الكاس الرابع. وما انا غادي نجمع العجينه ونقول لكم بالضبط شحال هزات ليا ديال الدقيق وكيفاش خاصها تكون. صافي البنات، هذه هي العجينه ديالنا كيفاش خاصها تكون. خاصها تكون رطبه وكتشكل بسرعه بطريقه سهله. ها انتم بالنسبه للدقيق، هزات ليا 5 الكيسان ديال الدقيق العبار بار ديال بالكاس ديال العنبه اللي تقريبا 500 غرام، يعني نص كيلو. دابا غادي نبدا نشكل فيها. هنا خديت واحد البلاطو غادي نرشوه بالزيت. هنا غادي ناخذ كميه من العجينه،
انا غادي نعبرها، ممكن ديروا غير عينكم ميزانكم. بالنسبه لي انا غادي نعبرها، غادي ندير تقريبا 20 غرام في الوحده. كنشكلها بحال هكا، كنديرها دائره وكنبدا نحربلها بين يدي، وفي نفس الوقت كنضغط على الجناب. فهمتوا كيفاش؟ ماشي شويه بحال هكا غادي نشكلها. كنحطها في اللاطه، نعود معكم واحده اخرى. 20 غرام صافي، كنشكلها هكا دائره، كنحربلها بين ايدي غير شي شويه. صافي هذا هو الشكل ديالها. غادي نستمر بنفس الطريقه، نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله باش نقول لكم طريقه الطياب ديالهم. ما غاديش يدخلوا الفران، انا غادي نوريكم طريقه الطياب ديالهم. صافي البنات، هنا خديت المقله درت فيها الزيت، درته كيسخن، ومن بعد ما سخن هانتوما نوريكم العافيه كيفاش درتها مهيله. ضروري الا بغيتو تنجح لكم هذه الوصفه العافيه تكون مهيله. في الاول ديروها مجهده حتى كيسخن الزيت، ومن بعد ديروا العافيه مهيله. اما بالنسبه للحلوى ديالي، ها هي شوف شحال ديال الكميه اللي خرجت ليا، راه كتخرج نيت وراه كيضاعف الحجم ديالهم. دابا غادي نبدا نطيب فيهم مباشره. بسم الله، ضروري البنات العافيه مهيله، وغادي نقلب فيهم حتى كيتحمروا من الجويه كاملين. كنصفيهم، انا وجدت هنا هذه الشبكه هذه باش نديرهم، باش هذاك الزيت اولا ديروا ورق المطبخ باش هذاك الزيت اللي تيكون زايد يتصفى. اما هو الداخل راه ما كتشربش الزيت. هانتوما راه فاش غادي يطيبوا غنحل لكم وحيده تشوفوها كيفاش كتجي. نتوما البنات راه داك المقطع مع عمر ليا التليفون، فاش طليت لقيتو تمسح ما تسجلاتش. ممكن انقلب فيهم بحال هكا حتى كيتحمروا وكيطيبوا. ضروري العافيه تكون مهيله البنات، ما تزربوش عليهم، ما تجهدوش العافيه، العافيه ديالكم تكون مهيله. صافي غادي ندور فيهم بحال هكا حتى كيتقلاو ويطيبوا من الداخل. صافي راه كيكونوا واجدين، وما تكثروش في المقله باش طيب على راحتها، يعني باش تبقاو تقلبوا على راحتها. المهم البنات راه دابا اللي تحمرات راه مع التليفون عامر كنكون مسجله في الاخر كيتمسحوا ليا. سميتو اللي تحمرات غادي نحيدها، نديرها هكا في واحد الصفايه اولا في ورق المطبخ حتى كينشف من هذاك الزيت. غادا نوريكم الداخل كيفاش كتجي. نتوما شوفوا التحميره ديالها كيفاش كتجي، كتجي زوينه واحد اللون الذهبي زوين. وكتجي هكا مشقه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، نكمل الكميه اللي عندي كامله. فيما كتبان لي شي وحده تحمرات نحيدها، وديك الساعه غادي نوريكم الشكل النهائي اولا التزيين النهائي ديالها. صافي البنات، هنا من بعد ما كملت الحلوه ديالي شوفوا كيفاش كتجي. راه في الاول كتكون رطبه، من حدا هي كتبرد وكتقصاه. نتوما شفتوا هانتوما هالشكل ديالها كامله. غادي نوريكم التزيين ديالها، ممكن تزينوها كيف ما بغيتوا اولا ممكن تخليوها بحال هكا. بالنسبه ليا خديت المربى الخاص بالحلويات، كندهنها بحال هكا غير شي شويه ماشي بزاف، وغادي نفندها في الكوك. ممكن تفندوها في كاوكاو مهرماش، في الفيتين اللي بغيتو نتوما. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتخرج كميه كثيره في نفس الوقت لذيذه بزاف. انا غادي نحل لكم وحده باش تشوفوها في الاخر ديال الفيديو كيفاش كتجي، وغادي نسد معكم هذا الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفات جداد باذن الله. كيف جاتك عاديس؟ بوم افطر كنت نكمل. شو كيفاش تجي مرمله من الداخل.